ما حكم لبس البنطلون بالنسبة للرجال والنساء والأطفال؟ البنطلون بادئ ذي بدء في الحقيقة أنه لا يصلح لباسا للمسلم، لا رجلا ولا امرأة. لماذا؟ لأنه ضيق ويبين أعضاء الجسم، وفيه فتنة، وأيضا لا يتمكن الإنسان في الصلاة من الجلوس ومن لضيقه، لا يتمكن من الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين، فهو ضيق، فيلبس الثوب الواسع الذي يتمكن فيه من الصلاة والسجود والجلوس وغير ذلك. واللباس يتبع البلد، كل بلد له عرفه. البنطلون ما يلبس عندنا ولا يستعمل عندنا لا للرجال ولا للنساء، فتلبس لباس البلد، تلبس لباس البلد الذي يلبسونه.